طب كبسول 7 ده ايه؟ هي اخت كبسول 6. مش انت في كبسول 6 كنت بتقول لي ان لايك ولاف وهيت ومايند وانجوي بيجي بعدهم الفيرب بلس اي ان جي؟ اهي ادي مايند الفيرب بيجي بعديها بلس اي ان جي. طيب انت ليه بقى جايبها لي في قاعده لوحديها في كبسول لوحديها؟ انت عايز تزود الكبسول زي مستر ولا ايه؟ لا والله انا ما بحبش الدواء اصلا. امال انا لقيت الجمله ده، بص بيقول لك ايه، بليز اوبن ذا ويندو. ادي بليز اوبن ذا ويندو اللي هي نمبر 4. يا ريت تكون مركز معايا هنا علشان احبك. عايز ود ايه؟ عايز ود يور مايند، صح؟ طيب بص يا مستر محمد، هنقول لك على حاجه سهله جدا جدا. اولا هتعرف تعمليها؟ اه. طب حلوها، يلا اتفرج. اول واحده في الري رايت، صح كده ولا كام واحده؟ ده رابع واحده في الري رايت. هتوقف الفيديو اهو اشوف مين اللي هيعملها. هتقول يا شباب مين اللي خلص؟ ثانيه واحده. طب بالترتيب. طب هنا صديقي ياسين قال لك هحط would you mind اهي، وهجيب الفيرب ده احط فيرب بلس اي ان جي، يبقى would you mind opening the window. وطبعا كلمه بليز ممكن تحطها في الاخر وممكن ما تحطهاش، احنا اصحاب وحبايب. would you mind opening دي صح. طيب would you mind opening. عاش يا شباب. تمام يا فيروز، تمام. تعالى ناخد كبسول جديده. هتقولي 98 في واحده ثانيه فيها اللي هي could you help me. الراجل عايز would you mind، ما تخضش، هدور لي على الفيرب واحطه بايه؟ فيرب بلس اي ان جي. اخر واحده في الري رايت، هوقف الفيديو اشوفها. طيب عملتها؟ would you mind help بالظبط. يبقى انت هنا هنشطب could you، احط would you mind الايلي وهيلب ده يتحط لها فيرب بلس اي ان جي. حد قاعد يا شباب مش فاهم؟ لا. عاش عاش عاش. would you mind helping وربنا عساسين. هي ادهم صعبه ايه؟ عملتها؟ لا انا مش عايز دي. ها شكرا يا سار، ربنا يبارك لي فيك. طيب فيروز وريني يا فندم. would you mind، هي mind دي انا شايف ان فيها حاجه ولا انت عامله لها حادثه؟ صح. هتقولي يا محمد يا بدر. would you mind helping. عاش. ادهم هي صديقة الطفولة، عملت ايه؟ روفي عملت ايه؟ would you mind، وريني كده يا فندم. would you mind helping me. تمام 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 تمام. طيب يلا بينا بقى اللي انت عمال تحكي فيه ده كله يا مستر، ده لعب عيال. تعال ناخد الحاجات الجامدة في المنهج، ركز معايا في الحاجة دي. يبقى انت هنا هو لو قال لك please open the window، قبل بس ما نمشي من دي هعمل ايه؟ هروح حاطط would you mind وهكتب open، احط لها اي ان جي واكتب ذا ويندو. وهتعمل ايه في الاخر يا محمد؟ اروح حاطط كلمه بليز اهي، ما تنساش قبلها كوما. ما نحطهاش وممكن ما تحطهاش عادي، هي كده كده ودي دي من اكتر اساليب الطلب اللي ايه تهذبا، مش محتاج ان انا اكتب معاها بليز، بس طبعا اكتبها مش هتفرق يعني. حد قاعد في حاجه مش فاهمها يا شباب؟ طب تيجي ناخد كبسول 8؟ يلا بينا، لما تتعبوا قولوا لي. تعالى ناخد كبسول 8.